صباح الخير شيف. بونجور. بونجور، كيفك؟ منيح، تمام اليوم. تمام الحمد لله. شو محضر لنا لليوم؟ اليوم عاملين كانيلولي بحشوة التشيكن وبعجينة الكريب. يعني ما رح نعملها بحشوة المعروف الكانيلوني، هي النوع من الباستا. الباستا يعني. ايه. بقى نحن رح نعمل عجينة الكريب هلا وراح نحشيها بالتشيكن. كمان التشيكن رح نعمل طريقة رح نطحنها. عرفت في طريقتين للتشيكن اليوم. يس، في عنا طريقة كمان، في واحد من التشيكن بريست رح نسلقه سلق مع مع المطيبات، ورح نعمله مع الأسبرج للسلاد. أوكي. والباقيين مع الطوارف اللي بيبقوا من التشيكن رح نطحنه. كيف نطحن اللحم المفرومة؟ فينا نطحن الدجاج المطحون. هو الدجاج المطحون على طول بيطحنوه، بس بدك تعملي شيء كوردون تشيز أو بدك تعملي ناجتس، بقى مشان هيك العالم كلها بتخاف من الدجاج المطحون. بقى نحن رح نطحنه على الهواء وفرجه إنه صدر الفريش. والطريقة كيف بتصير؟ الطريقة كيف بتصير؟ كيف رح نطحنها ونرجع نطبخها ونعمل لها الحشوة. ورح نعمل صوص روزي كمان للكريب، رح نحطها عليها او نحطها تحتها، انا بشوف اخر شيء. لكن شو رح نبلش بالاول؟ بنسلق الدجاج. اول شيء رح احط المطيبات، اسلق الدجاج. اوكي. وبلش بعجينه الكريب تنريحها. اوكي. لكن أوكي. المطيبات انا شايفتهم جزر. المطيبات هن جزر، ورق غار، عندنا العود قرفه، بصله قصصها، وسنتوم. وفي حبوب هيل كمان، يعني رح احطه هلا. نحن قد ما فينا نصغرها اوكي يكون احسن، يعني كل ما تصغري كل ما تعطينا اكثر نكهه. يعني نكهة. اوكي صح. دي البصله كمان هسه اربعه. انا كمان برشل لها رشه ملح. اوكي هيك طلع لونه باين، انه قمحه كامل ايه. من لونه. بحط السكر كمان.
تاني مرحلة نرجع نلفه. هلا حط على التفال زيت زيتون هلا، بدي اعمل قلية البصل مع تشيكن مع الفليفلة الملونة.
الصوص الحمراء، واكيد رح نزيد لها نحن الملح والبهار، ورح احط لها رشه جبنه بارميزون، جبنه بارميزون. انا رح مشي هلا قليتين مع بعض باراليل. فهول تشيكن والقلية عم نقليهم مع بعضهم. عنا هول البصل والثوم. بيطلع لنا اليوم كريب كانيلوني غريبة عجيبة مع الصوص تبعها. هون بلشت القلية تاخذ لون. هي على طول بس الواحد يبلش بالطبخة بتبلش على نار خفيفة، وبترجع آخر شيء وقت السكب وقت الهيدا بنولعها على الآخر. على طول أول مرحلة تكون هيك خفيفة مثل ما بقولوا، بدنا نركز على المكونات نقدر نوصل على الطبخة توصل سليمة معنا مش ملدوعة. هون بلشت القلية تاخذ لون. دغري رح نزل أنا الفليفلة ملونة، رح ارجع دغري طفيها بالباربيكو بالموتور. سوري، فينا نحط موتارد الانسيان، فينا نحط موتارد العادي اللي بنعرفه اليلو هيدا، انا رح احط هيدا الخردل المعروف العادي. من هون عم تبلش الالوان. هلا رح احط ملح وبهار. هولي حطينا رشة ملح. هذا بهار أسود. رح خلص الحشوة كلها تنعطيكم المعطيات عنا كلها. فحطينا البصل والثوم، جعلنا طحنا تشيكن، حطينا الدجاج صارت مثل اللحم المفرومة، جانا حطينا ملح، بهار اسود، الفليفله ملونه. هلا رح نزل الخردل، كلها ملعقتين صغار. واخر شيء رح طفيها بصوص الباربيكيو اللي هو رح يعطيها النكهه الطيبه. عندنا هاي الباربيكي صوص، حط لها 3 ملاعق. حطينا الباربيكيو، حطينا الماسترد، رح ناخذ طعمه طيب كثير. بتاني فقرة رح أعمل حمة تفال كمان هون، ورح أحط الكريب يلي نحن عملناها بالقمحة الكاملة العجينة. رح نبلش نلف كريب، نحضر العجينة ونرجع نلف، نحط الحشوة فيها يكون بردت الحشوة، نحطهم بقلبها ونلفها، نرجع نفوتهم على الفرن مع رشة بارميزون على وجههم، نحطهم على جنب. بكون كمان أنا بلشت بصوص الروزي. هلا بتاني فقرة بنعملها على الهواء كيف طلعت. وعندي صدر دجاج كمان حطيته مع المطيبات، عم بسلقه للسلاد لآخر باخر فقره. كمان رح نعمل صوص للسلاد، هي المطار مع الكبيس مع الكيبر مع المايونيز تلبق له يعني.